في ايه يا ابوي؟ والعمده قال لك ايه؟ العمده قدامك بس مش العمده. ترمي البيت العمده ضايع؟ ترمي لحمك اللي ما عندكش لحم ولا دم؟ بت عند العمده؟ ايه؟ هتستعبط؟ ما انت مظبطها وياه. واكيد الطلب اللي طلبه مني ده كان فكرتك انت. انا ما ادخلش بنت اختي في اللي بينا. انت ناوي على ايه؟ هتسيبها؟ هتعمله اللي هو عاوزه؟ لا، لو عاوز العموديه انا مش هتنازل عنها ابدا. قريتها جات على العموديه. عايزنا افديها بواحد فيكم. واحد فينا؟ واحد فينا كيف؟ بقى بتجبرني اختار عيل من عيالي يموت. لما عاوز تقتل حد من عيالك قتلته من غير لف ودوران. بقول لك ماليش صالح باللي بيحصل. ولو كان ليا صالح كنت قلت لك في وشك. اسكت انت، حسابك بعدين. تختار يا ابوي، هتفضل بيت بواحد مننا؟ ده كلام العمده مش كلام ابوي. ولا سيب البت تموت؟ ما تموت ولا تغور في داهيه. احنا اللي فاضلين من عيالك يا ريس حربي، ودي بنت ما نعرفهاش. خالها يبقى طايع اللي بيقتل في عيالك. دي بنت اخوك وروحها روح اختك سماح، وربنا ادهاني تاني. انا مش هسيبها تموت ابدا. يعني ايه؟ هتجرجر عيل من عيالك عشان يموت غصب؟ محدش هيعمل حاجة غصب. اللي هيفدي هيفدينا أنا، واللي ما رضيش يبقى ما يلزمنيش. ما يبقاش ولدي. يا رئيس حربي، هبتك راحت ولا ايه؟ استنى يا سلطان. استنى ايه؟ ابوك عاوز يقتلنا. يقتلنا ايه بس؟ ما هو لسه جايل لك، مش هيغصب حد على حاجه. ولما يقول لك ان اللي يقول لا ما يبقاش ولدي يبقى بيلوي دراعنا عشان نقبل نفضوها بروحنا. ايه؟ هتهرب يا عمده؟ ولاد الرئيس حربي ما يهربوش ابدا. عمري ما انسى اللي علمته لنا يا ابوي. لو عاوزنا نجيب البندقيه حالا وطخ نفسي هنفذ. في اب عايز يقتل عياله؟ معرفش. اللي اعرف انه لا. بس انت دلوقتي اللي بتطلب. عمري ما اطلب لكم الاذيه ابدا. قلت لك لو عاوز هنفذ. انا مش عاوز، بس العمده حط لي العقده في المنشار. اقول له ايه؟ تقول له لا. عيال اغلى عندي من البت اللي بقالها يومين. بس البت دي دمنا عارنا. اغلى عندك من عيالك؟ انا ما فهمتش. اوعاك تكون فاكر ان اللي مضايقني اني هموت عشانك. ده يوم المنى. من اللي قاتلني انك عاوزنا نموت عشان غيرك. سلطان، استنى يا سلطان. شكرا انك جيت. كان لازم يجي. استنيني هنا، أنا هدخل. لو غبت نص ساعة يبقوا قفشوني. ساعتها لازم تمشي على طول. أنا مش همشي، هستناكم. ما ينفعش يا أمين. مش لازم كلنا نموت مع بعض. روحي انتي، ربنا معاكي. حربي للعمدة. هفتيها أنا. العمدة مش عاوزك.
عاوز يوجه حرب مع عياله. لازم اروح معاه علشان لو حرب يتردد ان يقتل حد من عياله اقتلهم انا. تتجنيتي يا زهر؟ تقتلي كيف؟ انت تقتلي؟ انا هجيب لك بنتك، هطلع من هنا على العمدة. انا مش خايف اقتل يا طايا، ما انت قتلت. انت احسن مني كتير. هقابلك عند امينة وهرجع ببنتك. يلا امشي. خلي بالك من نفسك يا طايا. طايع يا امين. طايع الحمد لله انك كويس. معلش يا طايع، هجموا علي واخدوا البنت مني. ازهر فين؟ معرفش، لسه ما جاتش. يعني لسه ما جاتش؟ طايع انا خايفه يشوفوك. مش هنمشوا من غيرها. طايع اركب يا طايع. مش هسيب اختي يا امينه. كوان اركبي وانقلي. والنبي بسرعة، عاوز أشوف بنتي. طايع هنا في مقبرة. سابر وطايع، مش كفاياكم لعبة عاد؟ ومش احنا جايين نلعبه؟ لعب ليه يا بول؟ طايع اللي هيجيبها. روح يا طايع. ولدي ما يعرفش حاجة، أنا حتى ما جايلش المرتين. أصل طايع عيان يا ولدي، وإحنا ما عايزينش نقلق أمه عليه. ما تقولش لحد على اللي شفته ولا حتى أمك، فاهم؟ طايع 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 تعالي تعالي تعالي، أنت اللي بتساعديه. Oh!
امك. ايه؟ عشان فواز. ايه عشان موت. وديه عشان. طايح ابويا وابو جابر كانوا هنا انا متاكد. مفيش وقت يا طايح، عاوز الحق بنتي. احنا جينا دلوقتي هنا لسبب، ربنا هو اللي بعتنا هنا. نيجي بعدين. صدقيني دي اشاره من ربنا، في حاجه احنا محتاجين نعرفها دلوقتي. اطلع يا طايح، المقبره دي مكسره، انا خايفه تقع عليك. أنا لقيت جثتين. بطاقة أبو جابر ومحفظته. أبو جابر؟ يعني الكلام اللي الناس بتقوله صح؟ أبونا اللي قتله؟ أبوك ما يقتلش يا أزهار. في حاجة غلط. يعني كده المقبرة وقعت عليهم هما الاثنين؟ أبوي وأبو جابر؟ التنين مدفونين هنا؟ طار اللي جرينا ورا سنين طلع ملوش أساس. لأبوكي قتل أبو جابر وهرب، ولا أبو جابر قتل أبوكي وهرب. والناس اللي بيقولوا إن هما شافوا أبو جابر هربان في بحر قالوا نفس الكلام على أبوك، كلهم كذبين. طار اللي ضيع عمرنا طلع كل واحد.